السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة أو الحلقة الثانية من حارس الحدود أو الجمارك. ادعمونا باللايك ونقول بسم الله. معنا الحلوين الاثنين هذولا على أساس أن ناخذهم من من الحدود اللي مسكتهم في الحلقة الماضية على أساس نوصلهم إلى السجن الرئيسي. نقول بسم الله. طبعا انا موجود فوق على اليسار يا شباب، لو تلاحظون بوردر بوست سيارتي موجوده هناك، فبناخذ المنعطف هذا اليمين وبعدها كل الخط سيده لين ما نوصل الى الليبر كامب، ونقول بسم الله توكلنا على الله. اهم شيء الراديو الطرب، شعب متهور، انا شعب الروسي والله. صراحه اضافه جميله جدا في اللعبه انك توصل السجناء، وان فيه تغييرات صايره مش مجرد مكتب جالس فيه، يعني صراحة فيها صعوبة انضافت بشكل كبير انك تجلس تفتش في السيتات، تفتش في المواتر، اماكن كثير. يعني انا حتى في تفاصيل خذ الفاس يقول لي وتصرف، عندنا سجناء هنا. لا واضح يا شباب ان هنا في محاولة تهريب سجناء، بس ما يعرفوني انا اللي ماسك التوصيلة هذه. طيب بنشوف من بها. اوه هذا راعي الباص الكلب اللي خليته يمشي، ولا اتوقع انه هو. وش اللي يدق لي الحرام؟ ما تنزل بتكسر معي، انزل. وين الفاس؟ والله ما ادري هذه طاقة الشجر ولا الفاس. ما احد هرب منكم؟ طيب نرجع للطرب، إزالة الأذى من الطريق يا شباب، تعلموا. في مناطق هنا كثير في الماب معلمين عليها، الله العالم انها بتكون لها زيارات. هذه اللعبة يا شباب ديمو، فتوقع في تفاصيل كثير لسه ما استكشفنا منها شيء. اي هذا الليبر كامب اللي معلمين لي عليه، وهو يقول لي وده السجن. بيشغلونهم الليبر كامب؟ اي بيشغلونهم. اوكي سجناء، بس اللهم ايش؟ يستغلونهم في وظائف. اوكي. ستوب نكست تو ذا جيت. طيب خلنا نقرب لك ال، ان شاء الله اني ما دعمت الشرطي بس. اوكي ما حد يندعم. الامور طيبة. اوه الباب من طرف ثاني، يلا ما عليه. خلنا نكلم هذا هو ينزلهم، انا ليش اروح انزلهم؟ ترانسفر اول بريزنرز. اعطاني 208. يقول يروح الفلاد شوب واشتر بعض الاغراض، وريمبر نو تولز نو كونتراباند. اوكي يقول اذا ما قدرت تشتري تولز مثل الفاس والسكين وغيرها ما راح تقدر تصيد. اوه شوف هذول شغالين داخل تحميل على طول. فيقول لي ما راح تقدر. طيب نشل الهمر هذا يخدمنا هناك. تدخين في كل مكان. فيقول لي اذا ما قدرت تجيب تولز ما راح تقدر تصيد السيارات المهربه، يعني من تفتيشات وغيرها. احنا مش مهربين اي شيء. طيب شغل يا مدير، توكلنا على الله. افتح. طيب وين المحطه اللي يباني اروح لها؟ طيب بننزل من اليمين هنا وبنسحب نفق وحركات. لا الماب متعوب عليه صراحة. واخر انت. نتجاوز في مكان خطير. امشي الله يخرب بيتك يا نكبة. اصلا في مكان تجاوز. اوكي هذا الشوب وصلناه. اوه ينفتح لك الباب بعد. السلام عليكم. ايش المحل الصغير هذا؟ وين راعيه؟ انا جيت من ورا الظاهر. اوكي هذا هو خوينا، وصلنا له. شعب كله يدخن، لا ما يمدينا كلمه. اوكي الشب هنا، ايوه العده كلها هنا. Do you have something to trade؟ اوكي ايش عنده؟ ما شاء الله عنده كل شيء. انا عندي السكين تكتيكال نايف شبه منتهيه، فخلنا نشتريها. عندي 410، يمدينا اشتري اكثر من سكين، فاتوقع السكين مهمة جدا. سيف هذا سيف ولا سكينة؟ طيب خلنا نقص واحد من هذا، والله غالي. ما في سلاح رشاش. اوه هذا للضرب، اتوقع بعدين
120 ما عندي فلوس كافية. طيب خلنا ننقص سكينين. خربيتها ما يمدي ارجع ولا ايش؟ خلاص اشتريت. هذا ايش ب 10 دولار برانش؟ نبتدي بال الظاهر انها غصن شجرة كذا تهبده فيه اذا ما طاع ينزل ولا شيء. طيب خلنا نشتري، اتوقع خلصت فلوسي على شغلات ما تستاهل بس يلا. اي والله على طول خلاص اشترت. ما هو ما في كونفيرم، اول ما تحطها عندك في الانفنتوري خلاص راحت عليك، ما يمديك تشاور. طيب الحين وين يبغى نروح؟ بوليس بيس. حنا حاليا هنا، ناخذ يمين واخر شيء اجباري يسار. طيب الظاهر اجباري اليسار هذا قدامي، وفيه منطقة مقابر هذه الظاهر قدامي. اي والله مقابر، رحت المقابر. شو مكتوب؟ سيمتري. بما انه في تشغيل اضواء اكيد انه فيه ليل باللعبة، فبيكون بيعطي جمالية صراحة من باب تغيير الجو كذا. يا اخي هذا اوسخ شيء والله، حتى في السيارات في الحقيقة اني يوم اسوق ما اشوف منه في الدوار. والله ياما كنت بشيل كم واحد معي. طيب وصلنا للمكان يا شباب اللي هو البوليس ستيشن. اوكي هنا الشغلات اللي صدناها راح نحطها في المستودع تبع الشرطة. هذه رحلتنا الاخيرة، نقول له معانا شوية كوكايين يا طيب، ارحب يا الشنب، فضلنا هذا لو سمحت. حلو اعطاني 265. جميل جدا الفلوس تكون عندي، يعني الشغلة هذه باختصار اشتغلت بجهد تخدم نفسك، كل ما صدت عشق واحد توكل على الله. ما في تعشيق امزح، دام السالفة كذا والله بشد حيلي، يعني ما فيها راتب ثابت لك. خلنا نرجع سريع ونشوف اليوم الثاني او اليوم الرابع، وها نحن نعود الى الحدود. نرجعها بالريوس مثل ما اخذناها. حلوين الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. هو نفسه هذا راعي ابو شنب، ما تعبوا نفسهم بشخصيات والشنب. يلا ما عليه يا زين، هذا الحدود خلاص والله مسرع، ما اشتقت لها. تونا في البدايات، انا بريح والله. اليوم كان شاق صراحه، مشاوير وجبت عده واغراض، ويا الله تصبحون على خير يا شباب. وهذه ارباح اليوم الثالث، والله ما هي بارباح، 97 نقصوا. درايفر ترانسبورتنج كارغو، هلا بالكارغو. الحين لجون المهربين اهل التريلات، حياك الله وبياك. ما شاء الله وش مزبن تحت الطربال، وش ذا ثلاجات او طباخات؟ هات هات الاستمارة يا حلو. اعطاني يعني اجيب لي سلم كذا اطلع لك ولا ايش الوضع؟ وبعدين لاعب له طولت عليه سحبها. هات يا لا هذا على طول بسرعة دور زلة. جيجور سكلبها غلط، اسمك غلط. هذه ديو، هذه اويو صح؟ والله نفسها. يا مدور الزلة. ابريل 30، يعني باقي لك 11 يوم يا وسخ. حاسبها هذا يحب يلعب. طيب اموره طيبة من هالناحية، بس عندها اغراض، عندها اغراض الكارغو، ماتيريال وغاز وصابون وثلاجة وحمام، كرمكم الله، وسمنت 17 كيس سمنت. يوز كارغو نوت بوك. اوكي يباني اعد سي. اما تدرس تحسب سمنت 4 اكياس، سالفة مطولة كذا والله. طيب ما يا سلام يمديك تحديد الكل كذا، تعطيها فرة. اوكي كم هو يحسب لك؟ 17 كيس. حلو اجل انا بوقف هنا وبعطيها كذا. حلو حلو، بس باقي هذا اللي الحين يقول لك اسهل انك خلنا نوقف الظلال، يا اخي الشمس صقعتني. اوكي يمديك تقارن بسهولة، يقول لك 17 2 3 1 1 1، 17 2 3 1 1. لا في واحد زايد، السوب عندي 2 وهنا السوب 1، يمكنني انا ما حسبته كم موجود. هذا السوب 1. والله اني صدتك، والله اني صدتك. تبي الحاجة. اوكي يا حبيبي، هذه اول غلطة، هذه اول شيء. كارغو ليست. حلو حلو. الشغلة الثانية ممكن مهرب شيء، شغل الكشاف. لا الكشاف يا اخي، انزل انزل. لا 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 اباه ينزل، يمكن في شيء في التواير. لا لا خلك خلك خلك، ايش فيك خفت الحين نزلت؟ ها يا وسخ. سكر سكر سكر، خلنا نشوف على السريع كذا. والله ودي افتش اغراض السوب هذا الواحد ناقص. معي الفاس وين؟ ايوه كيف سوب كذا ما يمدينا نفتش. طيب
تعال انت تعال. انسبكت فينش دينايد. توكل على الله. دمالة دمالة. مكتوب شيء ومعاك شيء ثاني. يلا تشوف اليوتيرن هذا عليك فيها. ايوه طول لفه كذا زي اللوز. يا سلام عليك. ايوه تعالي بعد 11 يوم يوم جوازك ما انتهي اكل. شوف $80 الله ما يروح علينا. تعال انت وباصك الجميل هذا. واو جانا الزلف مره ثانيه. شوف ايوه هذا الطول الصحيح. الزلف اهم شيء نتاكد من طول الزلف. ارجع نورميلا. ارجع نورميلا. اوكي مارش ابريل. ها ها منتهي. لا هذا ديت اوف بيرث. اخ الله يخرب بيت استانست. اللي تحت انتهى تاريخ الانتهاء وهنا تاريخ ميلاده 12/3/3/4. افتح افتح. كيف بحسب هذا؟ يقول لك اي تو ام باك. اوكي حلو حلو حلو. يمديك توخر الاغراض. حلو كذا سجلنا كل شيء الا هذا. لا لا كل شيء خلاص. كم قلنا؟ 12/3/4. 12/3/4. اوكي امورك في السليم يا وحش. يعني لو تسمح لازم نركب هناك. ما في شيء. والله ما ادري ايش اقول لك. دوكيومنت ريدي تيكن. ليه ما يمديني كلمه؟ اوه نزل اغراضه هنا. دقيقه دقيقه انا مشغل كشاف. هي مشغله جايبه على الطاوله على اساس اني دقيقه. لازم سكين. لا ما في شيء يا اخي. مو كل شيء يعني فاس. طب كذا انا بشتري بس فاس. اوكي امورها طيبه. امورها طيبه. وش مهرب في قلبي. امسكوه يا عيال لا يروح. وش ذا؟ كوكايين. اي والله دراجز. الله يخرب بيتك يا ابو الدراجز. وربي بالفاس هذا في نص صلعتك. ليه ما يمدينا كلبشه؟ اي بيني بس اودي الاغراض كلها. في اوه في صناديق. يا سلام. هات هات الصناديق الثانيه هات. هذه ما فيها شيء. ما شاء الله فلوس بتجينا الحين فلوس. الله يعطيك العافيه. يا اخي يعجبوني المهربين اقسم بالله انك وحش. شرف شرف يا قلبي. نورت انت والزلف هذا والله. نظف نظف وراه نظف. اعتبره تم يقول لي. كفو والله نظفوا لي الدنيا كلها. اللي بعده. انت ايش جابك هنا؟ اوه محمل بعد. دام لابس سبورت خلاص واضح الشغل. معاه واحد 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 واحد. ايش فيك خايف؟ تعال برا. بعدين النغمات هذه يوم تشتغل انا اعرف ان السالفه فيها انه. اعطني اعطني دوكيومنت. موهس هيوب 1/1/1/1. اتوقع هذا اموره في السليم. جولاي اوغست. اوكي. الله العالم ان امورك في السليم. لولا انك مهرب يعني شيء كذا. نزل الاغراض. نتفحصها على واحد واحد. ما تدري ما تدري. حط لك شيء هنا ولا هنا. اموره اموره في السليم. الله العالم ان امورك في السليم. لازم ارجع الكارغو. اوكي ريتيرن الكارغو. الله يعطيكم العافيه. بس خلنا نشيك على السريع. انا دائما كذا يوم خلاص بعطيه الموافقه احصل شيء. بس هالمره نعطيك الامان. توكل على الله. الحمد لله بيرفكت. 100 حطاني. اوه اف 1 سمري. اوكي لازم اضغط بسرعه اف 1. بيرفكت 100 كل شيء صحيح. والله صرت خبير يا شباب. اوكي فلوس 455. حياك الله وبياك. شخصيه جديده. هات انزل انزل مره ثانيه. بنزلك قبل لا اطلب عشان حركه هذه فوق راسي. فارلب وفارلك تستهبل. ارجع 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 سيارتك. يمكن حتى عنده غلط ثاني. خلاص يكفي يكفي النيم هذا. توقع غلط واحد لكل سياره. مستحيل بعد يكون مهرب. والله يسوونها عيال الذين. خلينا نشوف الكارغو حقه. اوه كارغو بسيط جدا. عاد هذه وين يهرب فيها هذه؟ ها؟ ابى اشوف يوم ينزلونه. شلون نفحصها هذه؟ لا حول ولا قوة. يا طيب رجع رجع. رجع الله يكون في عونك.
اوكي سكر بابه. ارجع ارجع موترك. ولا قبل لا ترجع خلنا نعطيك 3 كاو. دقيقة دقيقة. كارغو ليست وهذا دينايد. مسك الباب. فاتشو داينارا. ودايشيتو هذا. خرب بيتك مش شغلة واحدة شغلتين. مسك الباب. ابى اشوف كم الفلوس اللي بيعطوني من وراك. يلا مستانس بسرعة. على طول انفتحت لنا البوابة يعرفوني رفضته. شافوا الختم الاحمر دمج. شرف شرف. الله يكثر من امثالك. هبلان. بيرفكت. هروسنو هروسنو قال لي. نيم سر نيم شوف يا سلام. والله يا شباب اني احترفت. والله اني احترفت. كاش 100. وفلوسي 5 5 5. والله نستحق احلى نومة ولو ايش رايكم؟ ها؟ اسعد الله مساكم. يوم جميل اقسم بالله. بيلدينج مينتيننس اول مرة اطلع بموجب. 3 كلهم صح. اتمنى انكم استمتعتوا كثر ما انا استمتعت. لا تنسوا اللايك يا شباب. شكرا لكل من دعمني بلايك كومنت وشكر خاص من تسمين القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.